الجهاز الوطني لحقوق الإنسان ككل سنة كينضم بمناسبة المعرض الدولي للكتاب والنشر يورويواق، يتضمن حصص مخصصة للأطفال وحصص أخرى مخصصة لقراءة في كتاب، ولكن ندوات ونقاشات أخرى تعنى من جهة لدراسة الكتب الجديدة والإشكاليات الجديدة، لكن أيضا تعنى بالمواضيع التي تهم مجال اشتغال المجلس الوطني لحقوق الإنسان. هذه السنة المواضيع تتنوع ما بين يعني حقوق الإنسان والتربية الإعلامية وتقييم السياسة العمومية الحق في الصحة إلى غير ذلك من المواضيع التي اشتغل عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان سواء في هذه السنة أو في السنوات القليلة الماضية. هذه الندوة ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ويربط بين تقييم السياسات العمومية ورفع حقوق الإنسان، وفعلا تقييم السياسات العمومية يدخل ضمن المحاسبة وضمن الشفافية المطلوبة في تسيير المال العام وفي تسيير المؤسسات العمومية، وفي دراسة يدخل أيضا ضمن دراسة الجدوى لكل مشروع من مشاريع الدولة، سواء كان الأمر يتعلق بمؤسسة عمومية أو بإدارة عمومية، فعندما تضع برنامجا ينبغي أن ندرس جدوى هذا البرنامج، وأيضا هناك تقييم بعدي، هل وصلنا إلى الأهداف المسطرة للبرنامج أم لم نصل، وما هي المسافة بين الأهداف المسطرة والنتائج الناتجة عن تطبيق البرنامج. وأيضا هناك مشاركة للجمعيات، جمعيات المجتمع المدني، هناك يعني هذا التقييم للسياسة العمومية يدخل إلى حد ما في إطار الديمقراطية التشاركية، المشاركة في تصور البرامج، وأيضا المشاركة في تنفيذ المشاريع.